أيها الحضور، تتقدم أمامكم الآن باتجاه المنصة منظومة الدفاع الصاروخية أرجو متوسطة المدى بوك، وهي من أفضل وأقوى منظومات الدفاع الجوي، حيث بإمكانها التعامل مع كل التهديدات الجوية من طائرات استراتيجية ومقاتلة عالية المناورة، وكذا الطائرات بدون طيار. بإمكانها أيضا تدمير الصواريخ التي تحلق في جميع الارتفاعات المتوسطة، بما فيها الصواريخ الباليستية التكتيكية والقنابل الموجهة ضمن مدايات متوسطة وعلى ارتفاعات عالية. تتميز هذه المنظومة بسرعة جاهزيتها القتالية وبقدراتها الكبيرة في مقاومة مختلف أنواع التشويش.